تعرفش انه المرات ما تحبش الراجل المعقد، تحبه فدلك وضحك وصاحب جو، ومن بعد هو هي تعقده بطريقتها. اي بتبع خاطر هو ديجا كي يشوفني باش يتعقد عليه. واه يقولوا لي ديما راك تعقد انت تعقد. شنو اللي فيك عقد؟ ماكش تشوف محليني؟ اي محليك ام عليه واحكي راه وحده حلوه يتعقد. راوي خاطر الرجال توا في وقتنا هذا ما ينجموش يخلطوا على اي امراه، فهمت؟ هما نساء مكتسين، اما مش اي امراه، امراه مش اي راجل، راجل مع احترامي. اكيد مش رجال كل كي كيفو، فما برشا رجال محليهم. شنو يعجبك في الراجل انت؟ قص قص. علاش المراه تحب راجل صاحب جو وضحاك ومن بعد تردوا كوبي بعد العرس تعقدوا هي؟ لا المراه ما تعقدوش، هو يتعقد بطبيعته. ماني قلت لك شنو اللي عقده قبل العرس؟ كان صاحب جو وضحاك يتعقد على خاطر نحن برشا نساء محلينا، هو ديجا كي بيشوف وحده باش ينسى الاخرى باش يتعقد. يعني تقول انت يتعقد من الزين اللي يدور قدامه؟ صحيت نساء تونس. وانت راجلك معرس بيك ترضى انه يتعقد من نساء اخرين؟ لا راجل يتعقد سي ومشى. تعرفش معناتها تعقد ومشى؟ تعقد ومشى معناتها ربي يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. اي شكون قاعد يتعقد توا من جرتك؟ زعما فما من عرش الحق مش مركزه. بالحق ولا لاني مركزه معاهم. وانت متعديه في كياس ما ريتش واحد قاعد هكا يخزر يكحل؟ لا مش مركزه جمله، مش مركزه معاهم جمله، مثلا مركزه مع ذاك. هو بصراحه راجل معقل من اصله. عليه خاطر كل ما يخدم راه ماهوش مرتاح لها. عليه هو يقوم راه ماهوش مرتاح، يولي عنده ملكه وهو مش مرتاح لها، يولي يغزر ديما راجل ماهوش راضي باللي عنده. سيتو يعني هو عنده تعقيد هكاك، يعني كنت ركب له تعقيد اخر يمكن تلقاهم مصيرهم في المحكمه. لا يعني خليه معقد بطبعه. يعني كي ياخذ امراه يبقى ديما عينه سايغه لبرا؟ اي بيان سور، هو اذا خذاها ديما هو ما هو من اصل معقد، واذا زاد خذاها معناها باش يعقدها هي تو سامبلومون. علاش مش المراه هنا ما عرفتش كيفاش تربح رجلها في صف؟ سينو تقعد ما فماش عرس، لا الفو لاكسبتي معناها، خاطر سينو تجيو غيرها ترضى بالاكثر منه معناها هكا دي بريفيرونس، معناها تقول لك هي ناخذ بلاصتي خير ما تجي واحده اخرى، هي ناخذ معقد ولا اعمى ولا حاجه. نورمالمون ثم فتره قبل العرس تعرفوا فيها بعضكم الكوبل، لكن بعد العرس تتبدل برشا حكايات. هي من الليله الاولى تتبدل برشا حكايات. تلحم من الدبي؟ من الليله، من هي مصدره ماشيه للطريقه هذيك، من الليله هذيك من غدوه مش اون اوتر فيزاج. حاسيلو تقول زعما شنو اللي خلاها الخوف من المسؤوليه؟ والله لا اثنين هما يتبدلوا او ميم طون، المراه هو يلقى فيها كاركتير غير اللي كان وهي تلقى فيه، وقتها عاده التركيبه باش تتبدل. يصطدموا بالواقع؟ اون برانسيب يصطدموا بالواقع، الواقع صعيب برشا وي، في الواقع كيما نقولوا كيما تهبط اون سو تيران سي با فاسيل، مش كيما انت برا على التيران، التيران كي تهبط ولي انت الفو جوي معناها. اي فوالا اي شاكان سان غول معناها، كان تاخذ انت الغول نتاعو هو احسن، العب له على لعبه. باهي الراجل اون جينيرال يبدا يكش في الدار، يخرج لبرا يقابل صاحبته ويبدا يكشخ ويضحك. هو كي في الدار يرى وجه برك يفد، هو ديجا كي يكثروا عليه الوجوه يولي يضحك. لكن المرات تبدل الوجوه، تصبغ تبدل تمكيش كل مره حاجه تخرج. كي تصبغ بركه فما حتى بلاش صبيغه، هو حتى بلاش صبيغه تعجبه المراه، الراجل تعجبه المراه في كل حالاتها، حتى ما نعرفش انا لو فيت كو يراها في الشارع حتى يراها بشلكة لي لون وروبه ولا خارجه من الحمام فوتها نسيتها يخزر لها. هو مش الغايه في الصبيغه والغايه في القدين. شنو هي الغايه؟ الراجل تعجبه في المراه كل شيء تو سامبلومون، ما تنجمش تحكم عليه، ما تنجمش تقول له الراجل انت تمشي معاه في الشارع تقول له هبط عينيك اكزومبلير. تو ابليجي دو ليسي معناها على غالب. شنو ذنب الراجل؟ انت تاكل كفه لو؟ شنو ذنب الراجل هنا والشيء مفرط في الكياس؟
نفرط هو يلم شويه، هو يلم وغيره يلم ويلم بعضهم. اي بيان سور يلم، وسينو يخليو الشاي ملوح. هكا هو يلم شويه والاخر يلم شويه على بعضه. حمله رجاليه مساكن، ياسر حمل عليهم الرجال بصراحه. باللي رجال حمله قويه عليهم والله. انا دو بريفيرونس كان جيت راجل راني هبلت. تسمح الراجل يشارك في الحمله هذه ويلم شويه؟ والله كان ما لمش يلم بعينيه بساقيه بيديه. وي وي دور الفوق كان ما تخليش يلعب دوره وينجم. بالرسمي انت تمشي انت وراجلك في الكياس فقت براجلك يكحل على مرأة ولا بنيه اخرى، شنو هو في اللحظه ذيك شنو تحس؟ اكزامبل هو الراجل بعد ما تاخذوا المراه الفو ميو ما عادش تخرج معاه جمله، خاطر الكفوف والضرب والحاله حليله، فهمت؟ تخليه تراه في الدار خير، سي ميو تشيخ بيه في الدار بونتو في الشارع. والبرا؟ البرا خليه يسرح، ما عنده ما يحصل. شنو هو؟ غزر شبع، حتى المرأة تغزر تشبع عينيها في الشارع وتروح لراجلها، ما عندها وين تمشي. وبرا باش تجي تحت الصباط في الليل، باش تجي تحت صباطه على اوبليجي، خاطر هي ماخذته ومغطية به عيبها اللوطاني، فهمتني؟ معناتها ما تعيبها اللوطاني، معناتها سافي ديغ هي كان بلاش راجل. الناس في المجتمع هذا يتكلم على المرأة بلاش راجل، بلاش معناها المرأة بلاش راجل يتكلموا عليها. هي تقول لك سي ميو نبدا معناها انا وكبراجلي وميم طون هو يسرح وانا نسرح، يبدا وخير من نكون امرأة معناها مش ديفيرون. ما اي ساف ولا معقدة، كلمة معقدة نرجعوا لها، خاطر المرأة اللي ما تخليش راجلها يبزنس معقدة تو في الزمان هذا، خليه بزنس ويشيخ ويغزر، حتى ما يغزرش في الشارع، عنده وين يغزر، عنده لي زانترنيت، عنده جو وعنده لومبيونس، هو في العالم آخر يعيش الراجل أون توكا، فماش راجل يعيش سيخت. علاش ساعات مرأة تقول أنا ناخو راجل ما يهمنيش المهم ناخو راجل، أعطيها هي في نظرة المجتمع أنه عندها راجل، بينما هي أو فون ماهيش مقتنعة بالعرس أو ماهيش مقتنعة بالراجل اللي خذته. مش مقتنعة، اي الاقتناع ديما قلت لك يتبدل، هو بعد العرس يتبدل. المرة الأولى كتقول لك خير ما نبدا وحدي، المرأة ديما تحب شارجي والراجل يحب شارجي، هذيك سنة الحياة، يلزمك تشارج لا في، هذيك هي، تعرس بيه ما تعرسش، المرأة يلزمها شارجي والراجل شارجي، تو سامبلومون هكا ولا، مش حكاية هي يمكن كي تاع ورقة، يمكن هي الورقة معناها الوحيدة اللي شدته بيها، تنشكي بيك، هذيك اللي شدته راه، كلمة تنشكي بيك شدته. سينو هو كان يلقى ورقة بلاش شكايته يعمل 10 ورقات 20 ورقة في الشارع راه. المرأة كي يدخل راجلها العشية تنجم تحس اللي هو عامل عاملة ولا لا؟ نعم برانسيب اي من القحرة الأولى. من القحرة من اي عنده يتبدل الراجل تتسي. شنو هو اللي يخليه يشلق على روحه؟ يشلق ما نعرفش. لي اول ما يقول لك مش بنينه الماكله وما طيبتش تتليها طيب باش يلهيك، معناها ما تغزرلوش لو فيت كي يقول لك جيعان يحشيك في الكوجينه ديريكت، باش يطلع سطح، باش يقعد على البركون، باش يعمل كل سوا باش يعملها، راه هو اللي ماهوش معاك وقتها يلهيك باي حاجه. جيعان كيما رجال قبل يدخل لها، وين اعطيني القصعه، اعطيني حطي الطاوله، حطي الماء، فهمت؟ هكاك تو هكاك يبدا تحسوا مش ما حشتوش ولا عامل عامله، وكيقول لك ديجا بيان، كيقول لك جيعان ديجا بيان، كيقول لك اعطيني نتعشى، تقول غزمو ما تعشيش لبرا معني. هاي شي جيعان تشلق به المراه، سبحان الله تشلق. هل تعلم انه المراه ما تحبش الراجل المعقد، تحبه ضحاك وفدلك وصاحب جو، تو هي من بعد تعقده بطريقتها؟ والله كيفاه، معناتها هي تعقده هي بطريقتها ولا كيفاه؟ صاحبي كان هو معناتها في طبيعته هكاك يقعد هكاك، نتبدلوا حتى مرة. هي في الاول تحبوا ضحاك وصاحب جو وفدليك، ومن بعد تعقدوا هي، ما تحبوش معقد، اما هي من بعد تعقد. بعديك هي تعقدوا، صاحبي انا واحد من الناس ما نتعقدش. عليه؟ هكاك، ديما نضحك وجوي به. ما تنجمش تعقدك مرة في حياتك؟ حتى مرة. امبوسيبل. ولا زهورات كل واحد وكيفاه؟ والله حتى مرة. كتيح بمرأة قوية 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 أخويا. قوية تطلق. تطلق. طلاق ماهوش عقدة؟ علاش عقد؟ خاطر الإنسان كي يجرب مرة ويطلق تولي له عقدة من الزواج. والله مانيش مجرب باش نجم نقول لك، أما واحد من الناس ما يقلقنيش. فهمتني؟
علاش المرأة تحب راجل ضحاك وفدلك وصاحب جو؟ خاطر يزهيها، ما عندك تقعد معاه ماش تحس روحها قلقة ولا حاجة كيك. ماهوش رزين؟ ماهوش رزين، مش تحس روحها ليزك تقعد معاه. كي يبدأ صاحب جو ضحاك وفدلك وفقري، زعما تقبله؟ كني برسمة حاجتها بيه، كني برسمة حاجتها بيه، راي تقعد معاه. صحيح ولا؟ كي يبدأ ضحاك وفدلك وصاحب جو وعنده الباك. تقعد معها اكثر زاد. ريت كلمه اكثر كيفاش غيرت الدنيا كلها. اي تعدي روحها كلمه اكثر. تقعد معها حتى ذا بالحق. والله المهم عنده. المهم عنده.